السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده هيتكلم على الاختلاف ما بين الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه. ما ينفعش نقول اجابه مطلقه كده ان الجامعات الخاصه هي الافضل او الجامعات الحكوميه هي الافضل. كل نوع من الجامعات ليه المميزات وليه العيوب بتاعته. تعال كده نشوف يعني ايه الاختلافات ما بين الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه. نبدا باول حاجه وهي موضوع الاعتماد. الجامعات الحكوميه جامعها معتمد من قبل وزاره التعليم العالي، يعني انت لو داخل جامعه حكوميه ما تشيلش هم بالنسبه لموضوع هل الجامعه بتاعتك معتمده ام لا، لان كل الجامعات الحكوميه معتمده من وزاره التعليم العالي في مصر ومعتمده من جميع الدول اللي بتعتمد التعليم في مصر. اما لو انت داخل جامعه خاصه لازم تتاكد الاول ان الجامعه ديت معتمده من وزاره التعليم العالي، لان في كيانات وهميه بتقول ان هي جامعات خاصه ولكن هي مش جامعات خاصه ومش مسجله ضمن وزاره التعليم العالي. ده بالنسبه لاول نقطه اللي هي موضوع الاعتماد. تاني نقطه اللي هي النقابات المهنيه. يعني ايه النقابات المهنيه؟ انت لما بتخلص الكليه بتاعتك بتاخد الشهاده بتاعتك وتروح للنقابه اللي انت تابع ليها، وعلى اساسها هم بيدوك تصريح مزاوله المهن. يعني انت مثلا طالع من كليه هندسه خلاص اتخرجت خدت الشهاده بتاعتك، تطلع بيها على نقابه المهندسين ومن هناك هم هيعتمدوا الشهاده بتاعتك وهيدوك تصريح مزاوله المهنه اللي من خلاله بتقدر تقدم بقى على شغل وتشتغل بشكل قانوني في البلد. اما لو انت يعني ما خدتش تصريح مزاوله المهنه من النقابه اللي انت تابع ليها فبالتالي مالكش اي حق قانوني انك تشتغل بالمهنه دي. طب بالنسبه بقى للجامعات الحكوميه فما فيش اي مشاكل معاها بالنسبه للنقابات المهنيه، جميع النقابات المهنيه بتقبل الشهادات الحكوميه بدون اي مشاكل. اما لو انت في جامعه خاصه فلازم تتاكد الاول ان الجامعه الخاصه ديت مسجله في النقابه اللي انت تابع ليها، يعني انت مثلا داخل كليه هندسه في جامعه خاصه معينه لازم تسال الاول في نقابه المهندسين هل انتم معتمدين فعلا الجامعه الخاصه ديت ولا لا، عشان بعد ما تتخرج من الجامعه الخاصه ما تلاقيش اي مشاكل. في مشكله كمان بتحصل ما بين النقابات المهنيه وبين كليات الطب عموما، يعني على تحديد كليه طب اسنان. كليه طب اسنان طبقا للقانون الموجود اللي هو اقل حاجه عشان تدخل طب اسنان هو 90%، فممكن تلاقي جامعات خاصه بتقبل اقل من 90%، ومن هنا تلاقي مشكله مع نقابه اطباء الاسنان ان هي بتقول مش هنعتمد اي حد كان مجموعه في الثانويه اقل من 90%. فعشان ما تحطش نفسك في المواضيع ديت لازم تتاكد الاول مين من النقابه اللي انت هتكون تابع ليها ان هي بتعتمد الكليه والجامعه بتاعتك. ده كده بالنسبه لموضوع النقابات المهنيه. نيجي بالنسبه لموضوع جوده التعليم. بالنسبه للدكاتره اللي هي بتدي المحاضرات في الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصة يعتبر ما فيش فرق، لان الدكاتره اللي هي موجوده في الجامعات الخاصه بيتم انتدابها من الجامعات الحكوميه، يعني الدكاتره اساسا اللي هي بتدي في الجامعات الحكوميه هي نفسها اللي بتروح الجامعات الخاصه، ما فيش اي اختلاف في النقطه ديت باستثناء مثلا بعض الجامعات الخاصه الكبيره زي الجامعه الالمانيه او الجامعه الامريكيه، فدول يعني بيكون فيهم دكاتره اجانب وجوده التعليم هتكون هناك افضل. ده بالنسبه كده لموضوع جوده التعليم من حيث المحاضرين او الدكاتره. اما بقى بالنسبه لموضوع جوده التعليم من حيث الامكانيات او المعدات اللي موجوده، فالمعامل اللي هي بتكون موجوده في الجامعات الخاصه والامكانيات بتكون افضل من المعدات اللي موجوده في الجامعات الحكوميه، لان الجامعات الخاصه بالنسبه للنواحي الماديه هم افضل من الجامعات الحكوميه. نيجي لنقطه بعد كده مهمه برضه هي يعني نقطه التوظيف. التوظيف في الوظائف الحكوميه بيفضلوا الجامعات الحكوميه، يعني انت لو طالع من جامعه حكوميه وبتقدم على وظيفه حكوميه فهيكون فرصتك افضل من خريج الجامعات الخاصه، ولكن لو جينا بصينا كده على الوظائف الحكوميه اللي موجوده هنلاقي ان هي يعتبر ما فيش خالص وقليله جدا، باستثناء بقى الكليه بتاعتك لها تكليف زي كليه الطب كده، بعد ما بيخلص الكليه بتاعته هو ليه تكليف ان هو هيشتغل، يعني اول ما بيطلع كده بيشتغل من وزاره الصحه، هي مكلفه ان هي توفر له وظيفه. اما لو جينا شفنا القطاع الخاص فهتلاقي مفيش فرق، يعني انت خريج جامعه حكوميه او خريج جامعه خاصه وبتقدم على شغل في قطاع خاص مفيش اي اختلاف يعتبر، هما بيعملوا انترفيو ده وبيعملوا انترفيو ده وبيشوفوا مين اللي يقدر يفيدهم اكتر بالخبرات والمعلومات اللي عنده. نيجي لاخر نقطه معانا وهي موضوع القبول. انك بتسجل في جامعه حكوميه او جامعه خاصه من حيث الاجراءات، الجامعات الخاصه بيكون القبول فيها يعني اسرع شويه من الجامعات الحكوميه، لان الجامعات الخاصه بيبقى هدفها الاول يعني ان هي تحقق ارباح وبالتالي بتقبل يعني معظم العدد اللي بتقدم لها الاول عشان تقدر تشوف هل في امكانيه تقبل اعداد ثانيه ولا لا. اما الجامعات الحكوميه فالقبول بتاعها روتيني شويه من ناحيه الاجراءات، ولكن انت بمجرد ما يجي لك الكليه في التنسيق يعني نظام التنسيق بيحدد لك كليه معينه فخلاص مكانك بتحافظ فيه. دي كده كانت اهم الاختلافات ما بين الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه. اتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.